بالنسبة للوضعية اللي ديال المرأة المغربية اليوم في 2015، والسؤال ديالك أنا تنظن كاين أن كغون بوان انتيغوغاسيون اليوم. واش من الحكومة وسياسات الحكومة، واش من الإعلام والطريقة اللي الإعلام تيسير قضية ديال المرأة المغربية، ما عرفت. أنا تيبان ليا كاين أن كغون بوان انتيغوغاسيون، والبوان انتيغوغاسيون اللي تنهضرو عليه خلقوا الجو اللي حنا عايشين فيه هاد الأربعة خمسة السنوات الأخيرة، يمكن نقول بالضبط هاد الثلاث سنين الأخيرة. هاد الجو ان كليما دو ديفيزيون، كليما دو لا ديفيزيون دون لوكيل نو فيفون، هو اللي خالق هاد لو كغون بوان انتيغوغاسيون. ما كنتش كنت بلجيكا، لأن عندي راجلي تما، دونك غير الحضور ديالي ما كانش، ولا كانت حاضره دوزام بالقوه. ويمكن كون كنت في المغرب راه غنحضر بطبيعه الحال المسيره ديال 8 مارس.